اهلا بحضراتكم، والفقره الاولى في البيت الكبير النهارده معانا شخصيه مميزه جدا، معانا الدكتور طارق الادور، طبعا المعلق الرياضي المميز جدا وكمان صاحب الارقام والاحصائيات وصاحب كمان الرؤيه المختلفه. دكتور طارق برحب بيك هنا في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير. اهلا بيك منورنا. هاني واهلا بيك، انت اللي منور البيت بتاعك. ربنا يخليك يا دكتور. خلينا قبل ما نتكلم على ملف مباراه الاهلي والوداد، اعتقد الحدث الابرز دلوقتي هو مباراه الزمالك والرجاء. تمام. لغايه دلوقتي ما فيش يا دكتور اي قرار رسمي من الكاف بتاجيل المباراه او لعب المباراه، حضرتك شايف الجزئيه دي ازاي على المستوى الاتحاد الافريقي؟ شوف، هي اولا اصعب شيء في الجزئيه ديت هو اتخاذ السلطات المغربيه اللي بتقودها صحيا وزاره الصحه في المغرب لقرار عدم السفر لفريق الرجاء قبل اسبوع من التاريخ اللي ثبت فيه اصابه 9 لاعبين بالكورونا. اسبوع من يوم 20، يعني 27، معناها ان الرجاء نظريا لن يستطيع بقرار وزارة الصحة بتاعتهم وقرار السلطات بتاعتهم اللي احنا ملناش دعوة بيها، هي دي سلطات خاصة بيهم وكل بلد تتحكم في إجراءاتها زي ما هي عايزة، ما يقدرش يجي قبل يوم 27 أو 28. عشان يجي 27 أو 28 يبقى المباراة مش هتتعمل قبل 29، يبقى ده كده الوضع الراهن اللي احنا بنتكلم فيه. حقيقة الأمر إن الاتحاد الأفريقي في مأزق. إيه المأزق اللي حط فيه نفسه الاتحاد الأفريقي؟ المأزق يكمن في ان الاتحاد الافريقي اصر على اقامه المباريات اللي كان فيها فرق عندها اصابات بالكورونا تحت اي ظروف، حتى لو كانت الظروف دي تخلي 10 لعيبه مصابين بالكورونا. الاتحاد الافريقي حط لائحه كده بسيطه هي في ما بقي من بطولات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، ان الفريق اللي لديه 14 لاعب متوفرين غير مصابين يبقى المباراه هتقام. يعني بتتكلم على 11 لعيب وثلاثة موجودين وثلاثة بس على دكه البدلاء. شوف بقى، حتى لو كان في ثلاثة حراس مرمى، يعني ممكن يكون عند الفرقه مسجله، الاهلي على فكره مسجل 4 حراس. صحيح. يعني ممكن يكون كان عنده 4 حراس مثلا و13، يعني يبقى اكن ايه 10 لعيبه واربع حراس. واربع حراس. تلعب. يعني العدد 14 ايا كان عدد من الحراس، يعني ممكن هو الطبيعي، يعني ده اللي حضرتك بتتكلم عليه، ان عندك 11 لعيب وثلاثه بدلاء، ايا كانوا الثلاثه البدلاء موجودين، يبقى عندك 14 لعيب، يبقى لازم تلعب المباراه. هذا القرار سرى على حوريه كوناكري اللي هو لاعب امبارح بيراميدز وفاز بيراميدز الحمد لله 2-0 وتاهل للنهائي. تاني وضع او اول وضع بقى تم التطبيق عليه هو فريق حسينيه اغادير في لقائه مع نهضه بركان في نفس الدور قبل النهائي للبطوله، برده كان عنده 9 حالات، بس اللعيبه المتوفرين كانوا اكتر من 14. ده الفرق بقى اللي الناس لازم تعرفه، لان الناس بتقول لك احنا هو ليه يعني المعامله مش بالمثل. فالفرق حضرتك انك بتقول ان فريق الرجاء دلوقتي عدده لا يكتمل للعدد اللي اقره الكاف اللي هو 14 لعيب. ليه بقى؟ كل فرقه عندها كام فرقه لعيب يتسجلوا؟ 30. 30 مظبوط. من ال 30 دول خمسه مشوا من الرجاء. بقى منهم 100 احداد، منهم يعني لعيب كان موجود بالزبط. طبعا عندهم بس ما يقدرش يلعب مع الزمالك. يبقى في خمسه مش هيلعبوا، يبقى كام؟ 25. في خمسه مصابين، دي اصابات عضليه، اللي هم غابوا كلهم عن مباراه الذهاب. يبقوا كده كام؟ يبقى كان فاضل 20، وتسعه كورونا يبقى فاضل 11. يبقى فاضل ملعب على قد الملعب بس. طبعا برضو ناهيك على ان في ضغوط موجوده اكتر من الجانب المغربي، لان احنا عارفين دلوقتي بكل امانه، ده مش خافي على الاعلام، ان في سطوه معينه للمغرب على الكاف من اول ما جه احمد حتى الان في سيطره من الجانب ده. والدليل على هذه السيطره ان في مسؤولين هناك وعلى راسهم فوز الاقجع رئيس الاتحاد هناك، هو طبعا بيبقى مسيطر على حاجات كتير جدا. والعنصر الثاني انك انت كل القرارات بتاعت الكاف تلاقيها اول ما تتسرب توصل اول ما يعرفها من الصحف المغربيه. بالظبط، يعني قبل ما حد يعرفها ولا حد يقول عليها، طبعا عن طريق المسؤولين في المغرب بيوصلوها للصحافه. هو برضه نظام البالونات شويه بيرموا خبر في الصحافه المغربيه، يعني كان حتى موضوع المباراه تبقى
النوك اوت هتبقى مباراه واحده مش رايح جاي وبعدين رجعوا في القرار. فخلينا نتكلم ان في مشكله عند الكاف في تحديد او اقامه مباراه نادي الزمالك والرجاء ولا لا، لكن كمان في انعكاسه خطيره جدا في حاله تاجيل هذه المباراه. حضرتك بتتكلم مستحيل تتلعب قبل يوم 29 اكتوبر. تمام. المردود ايه بقى على المستوى المحلي هنا بالنسبه للجنه الخماسيه لبطوله الدوري وبطوله الكاس؟ هي دي بقى المشكله الاساسيه. تخيل هو ماتش واحد لكن ممكن يضرب لك الدنيا كلها. يعني هو ماتش واحد خلاص، يعني هو ناقص مباراه واحده، احنا في خلاص في الاسبوع ال 33. لا انا بتكلم على ماتش واحد، ماتش واحد اللي ممكن يترحل، اللي هو الزمالك والرجاء بس، مفيش غيره. المباراة اللي هتتأجل مظبوط. لكن على قد ان ماتش واحد ممكن يتنقل من هنا لهنا او يتنقل 4 ايام مثلا من ميعاده الاصلي او 5 ايام، ده يضرب لك كل حاجة، يضرب لك زي ما بنقول كده بالبلدي كرسي في الكلوب. يعني ليه بقى؟ تعال نقول الاتحاد المصري حدد ايام 28 29 30 للمباريات التسعة في الاسبوع الاخير للدوري، الاسبوع رقم 34، ومن هنا فتح باب القيد المحلي حتى يوم 4 نوفمبر. يبقى اذا انا لما يكون عندي خلصت الدوري خلاص واخر اسبوع في الدوري 28 29 30، بعض الانديه هتخلص 28 يبقى عنده 6 ايام، اللي هيخلص حتى 30 عنده 4 ايام، يمشي ده يجيب دوت يغير دوت يعمل استبدال يعمل اعاره، اللي هي القواعد اللي محطوطه مظبوط في الاتحاد المصري. فعنده ال4 ايام دول. طيب عدم اقامه المباراه ديت في هذا التوقيت، ايه اللي باقي من الدوري؟ للاسف انه لو الزمالك ملوش يعني دور في تحديد مراكز الدوري ما كانتش حصلت مشكلة، لكن المشكلة ان الثلاثة الهابطين اتحددوا، طنطا واف سي مصر والحرس، خلاص اتحددوا، البطل اتحدد، رابع الدوري اللي هيتأهل للكونفدرالية اتحدد، باقي تاني وتالت، هم معروفين ان هم تاني وتالت، بس مين التاني اللي هيلعب في دوري الابطال ومين التالت اللي هيلعب في الكونفدرالية؟ هي دي المشكلة. فالمباراة ديت هيستتبعها ايه؟ انا عندي الاسبوع الاخير للدوري في الزمالك والاسماعيلي وفي بيراميدز والمقاولين، هيلعبوا المفترض ان من قبيل العداله في توقيت واحد. اللائحه بتقول ان كل المباريات اللي بتحدد هبوط او بتحدد مراكز متقدمه لازم تتعمل في نفس التوقيت. يبقى اذا بيراميدز والمقاولين لازم يتعمل في نفس توقيت الزمالك والاسماعيلي، لان المباراتين هيحددوا تاني وتالت. مظبوط. طيب لو دي اتاجلت كده ل 29 زي ما انا قلت، يعني هم مش هيعرفوا يسافروا قبل 27، يوصلوا مثلا 28. يعني ده 29 يبقى قريب قوي، ده ممكن يكون 30 او 31 كمان. لا يعني ما هو مش هيزقها قوي كده عشان النهائي. عشان النهائي يوم هيبقى مش معقول النهائي يلعب قبليه بفتره اقل. فهترسي على ايه؟ 29. انا بقول الميعاد المقترح تقريبا كده طبقا لتسريبات كده برضو زي البالونات اللي بيسربوها ان هو 29. طب 29 ده كان المفروض ان هو الميعاد اللي يلعب فيه الزمالك او بيراميدز مع او 28 يا 29. مزبوط. هو ما تحددش الاسبوع الاخير، بس غالبا كان هيلعبوا يا 28 يا 29 عشان يسيب فتره ايه؟ مزبوط. قبل النهائي. طب ما تلعبش الماتش ده، هتخش على النهائي، ما تلعب الزمالك 29، مش بقول هتلعبه مثلا يوم 2 وتلعبه النهائي. ما ينفعش عشان عنده نهائي. ما ينفعش. بالظبط. فاذا ايه؟ هيتنقل بعد 6 نوفمبر. 6 نوفمبر. 6 نوفمبر عشان تلعب النهائي، اول ميعاد طبقا للائحه تلعبه بعد ماتش افريقي بعد 4 ايام، يبقى يوم كام؟ 10 معسكر المنتخب. ده في معسكر يوم 9 كام؟ يوم 9. يوم 9. فمعسكر المنتخب المفروض من 9 ل 17 تلعب فيهم ماتشات مباراتين توجو ذهاب وعود. صح. فانت بعد افريقيا ما عندكش المساحه انك تلعب الماتش ده، فهتضطر تخش معسكر المنتخب. ويبقى الماتش هيبقى بعد 20 بعد بقى 17 خلص معسكر المنتخب، تقدر تلعب بعديه بايه؟ 3 ايام مثلا، 20 نوفمبر، يبقى يوم 20. طب انت لما زقيته ليوم 20 يبقى اجلت نهايه الدوري ليوم 20. طب وكاس يبقى لازم تغير. ما انا هقول لك بقى، انا بتكلم على الدوري ده كله، مشكله الكاس ده مشكله تانية. يبقى لسه هتبقى لسه عندك مشكله ان انت هتلعب الدوري طبعا يوم 20، وهيبقى كمان ان القيد ما ينفعش يبقى 4 نوفمبر، يبقى طبعا لازم تغير، وهتغير في مواعيد دوليه، لان كده كمان بتبعت القائمه للكاف. يعني مثلا ممكن فرقه اهلي وزمالك وبيراميدز والمقاولين عندهم بطولات افريقيا السنه الجايه. مظبوط. فهو حط قائمه وبعدين الدوري لما اتاجل فتحت القائمه، بس انت بعت قائمه ثانيه، يعني يبقى انت ضربت الدنيا في بعضها. يعني مثلا سي الاهلي عنده مسجل مثلا 23 لعيب وكان عايز يسجل 2 هيشتريهم لسه. مظبوط. زي مثلا بدر بنون، زي اي الزمالك نفس الكلام. اي صفقه جديده تيجي تأيده، تكون انت قفلت القائمه الافريقيه وانت لسه قدامك القائمه دي مفتوحه. يعني يكون القائمه الافريقيه اتقفلت ولسه القائمه المحليه لسه عندك. ضميت لاعب مش هتعرف تحطه. افريقيا
مش هيلعب افريقيا. ده نمره 2، يبقى شفت حطيت نفسك ادي مشكلتين، دوري مش هيخلص قيد، نمره 3 بقى الكاس. كان انت الفرق المنتخب يخلص ايه اللي فاضل؟ دور الثمانيه اربع ماتشات. المنتخب بيتكلم حضرتك، المنتخب هيخلص يوم 17 نوفمبر. اه بالظبط. كان المفروض في اربع ماتشات دور الثمانيه، منهم ماتش اتلعب، فباقي ثلاث ماتشات كانوا هيلعبوا الثلاث ماتشات دول، وبعدين مثلا عليهم 20 سيمي فاينل 24، ده ما هتحددش بس بقولك بالتقريب بتقريب ده 24، وبعدين يروح لاعب النهائي كاس 28 مثلا او كده. بعد 28 اول لو الاهلي والزمالك او بيراميدز او المقاولين اتحطوا في الدور التمهيدي لبطوله افريقيا الجديده هيلعبوا يوم 29. تصدق بقى الموضوع صعب قوي، يبقى دخلت في الموسم الجديد لافريقيا وانت ما خلصتش الكاس. احنا عاملين هم ميعاد كان تقريبي لان الدوري يكون خلص ويلعبوا الكاس مثلا حتى 20 24، مظبوط، 27 مثلا ويخلص ويروح داخل في بطوله افريقيا الجديده ويلعب من اول بقى السنه، من اول ديسمبر الدوري الجديد. هتلاقي لسه عندك ماتش في الكاس فهتدخله في وسط الماتشات، وعندك سوبر جديد. موضوع صعب جدا، الموضوع كله ضرب بسبب ايه؟ تخيل مش مثلا اجلت خمس ست ماتشات، لا ده ماتش واحد يترحل عمل لك كل الازمه دي. ازمه في الدوري المحلي، ازمه في القيد، ازمه مع المنتخب، ازمه في بطوله الكاس الجديده، ازمه في دوري ابطال افريقيا الجديد. خمس ازمات، مشكله كبيره. وده كمان بسبب ان المركز الثاني ما اتحسمش. لو كان الاربعه او الاربع مراكز الاولى اتحسموا كان هيبقى عندنا نفس المشكله. يعني لو كانت عرف من دلوقتي ان خلاص مثلا الزمالك هو المركز الثاني وبيراميدز الثالث والمقاولين الرابع، كان ممكن دي بقى في مشكله. اقول لك بقى كانت ممكن تعمل ايه لو اتحسمت وخلاص خلصت، كنت البيراميدز يجي من افريقيا يلعب ماتش، يلعب ماتش خلاص، هو بيراميدز خلص. الزمالك ما هو مش مرتبط ببيراميدز فيلعب ماتشه لوحده، ممكن مثلا خلص النهائي 6 تروح زنق له ماتشه، تستاذن المنتخب مش هضم اللعيبه دول مثلا يوم 9، يتاخروا يومين مثلا فينضموا لعيبه الزمالك بس، فكانت ممكن تتحل. لكن انت كل الفرق هتبقى عند، يعني الفرق هتتعطل كلها بسبب صحيح ده. صحيح. في حاجه واحده بس اللي مش طرف فيها ممكن يستفيد، اللي هو الاهلي، ان احمد فتحي يبقى موجود في القايمه بتاع افريقيا في النهائي فقط. هو ده الفايده. لو النهائي، النهائي كده كده يوم ده النهائي ما عندوش، كنت سامع انه ممكن ياجلوا النهائي، لكن ما اعتقدش. يعني موضوع النهائي ده خلاص يوم 6 نوفمبر ده النهائي. اصل انت عايز تاجله فين؟ اذا كان الاجند في فرق هتلعب في تصفيات افريقيا يوم 9، على الاجنده الدوليه المنتخبات، ستة تسعة، حتى لو اجلته يوم ما ينفعش. خلاص ده ميعاد شارب. على فكره ايا كان تاجيل ميعاد مباراه الزمالك، النهائي 6 يوم، هيجي بقى تقول لك بقى لا ده خد راحه اكتر مني بيوم وبنص ساعه والكلام اللي احنا بنقوله عندنا ده، ما فيهاش. لا مفيش بقى. بس انت تتوقع التاجيل ولا تتوقع قرار اخر؟ الاقرب هو التاجيل. ما لم يعملوا مسحه كده هم بقى من عندهم والسلطات توافق على سفر الفريق، بس هيجوا ويلعبوا تاني يوم. ده يعني لو حضرتك بتتكلم عليه ده، المفروض المسحه دي تبقى بكره ويسافروا من الجمعه ويلعبوا يوم السبت. يعني ما فيش حل غير كده. لكن بص هقول لك حاجه، الاتحاد الافريقي في مأزق ان هو عايز يستجيب لضغوط المغرب، ولكن في نفس الوقت عايز يطبق قراراته اللي عملها مع فرقتين قبل كده، منهم حوريه ومنهم حسينيه الغدير. لكن المشكله ان هو في كل الاحوال في تضارب في القرار. على فكره مشكله الاتحاد الافريقي، وانا قلتها قبل كده كتير ومش هنخجل اننا نقولها، الاتحاد الافريقي للاسف لم يعد في اتحاد عنده قرارات صارمه. حصلت في نهائي السنه اللي فاتت الوداد والترجي، وشفنا ان ايه القرار، اعتماد النتيجه اثناء المباراه، بعدها بيومين لا نعيد المباراه، بعديها المحكمة الدولية لا اعتبرنا قرار، ثلاث قرارات في حاجة واحدة. أو ده نفس الكلام في دوري أبطال أفريقيا، مش بالونات، هم كانوا ناويين يعملوا مباريات فعلا الدور قبل النهائي والنهائي في دورة مجمعة، بس هم ما لقوش مكان. زي اختاروا المغرب مثلا بتتعمل هي فيها الكونفدرالية، هم كانوا عايزين، سألوا الكاميرون اللي هي في استاد جابوما في دوالا، استضافة الشامبيونز ليج الأفريقي، يعني كله يبقى تاخده مجمع، تاخدوا البطولة، ما انتوا كنتوا هتاخدوا النهائي على أساس يبقى نوك أوت برضه، يبقى نفس النظام بتاع الكونفدرالية بالظبط. رفضوا، قال لك لا احنا مش مستعدين. طب خد يا عم النهائي بس، ما انت كنت متقدم للنهائي، قال لك لا مش عايز النهائي.
فهي موضوع صعب ان ما فيش حد تقدم. حتى الدوله الوحيده اللي كانت ممكن تتقدم لاستضافه النهائيات تونس في مشاكل او زي ما نقول كده ما صنع الحداد بينهم وبين الاتحاد الاتحاد الافريقي والاتحاد التونسي من ساعه النهائيات. فحصل مشاكل جامده فتونس ما لا تقدمت ولا الاتحاد الافريقي قال يعني فرض عليها النادي او يعني طلب منهم هو يتقدموا. فبالتالي كل الموضوع كل بعض. الامور دي اعتقد خلال بكره بالكثير بكره بعده بالكثير الامور كلها دي هتبان لان ما فيش وقت خالص. يعني خلينا نخرج من قول لي تاني احسبها نظريا ما فيش ما لم تتعمل مسحه وهم بيقولوا كده ان احنا هنعمل مسحه بكره عشان يطلعوا من المسحه كده وتشوفوا النتيجه على طول وتتعمل ويروحوا على المطار. طب المسحه دي مين اللي هيقوم بيها؟ الاجراءات وزاره الصحه المغربيه ولا الكاف؟ لان برضو كنت سامع ان الكاف بنفسه هيبعت بعثه يعني مش هيبعت هيقوم هو بالمسحه الاخيره ديت او المسحه الطبيه دي بكره الكاف نفسه مش وزاره الصحه المغربيه. ما انا هقول لك بقى الكاف عمل ايه عشان يحل المشكله دي؟ قال لك انا هعمل الجهه الرسميه في البلد تعمل. هو مش هيجيب فريق يعمل تحليل يعني هو ما عندوش فريق هو لا الجهه الرسميه في البلد اللي هي وزاره الصحه المغربيه زي وزاره الصحه عندنا مثلا. ما انا ممكن في معمل تاني مضروب يطلع لك سلبي وهي ايجابي يعني وعايز ياخد بس باشراف اللجنه الطبيه بتاعت الاتحاد الافريقي يعني لازم يكون هو المشرف على اللجنه دي. فاللجنه الطبيه بتاعت الاتحاد الافريقي ممكن تروح تشرف على مسحه طبيه تطلع مثلا من التسعه دول خمسه خفوا يبقى في اربعه بس يبقى الفريق عنده كده مثلا كام هيبقى عنده 16 لاعب يلعب. ده على اساس ممكن ناس او ممكن جماهير مثلا نادي الزمالك تقول لك اصل ممكن جدا ما يكونش المسحه دي طالعه بشكل رسمي وبالتالي هم قاصدين يطلعوا عدد الاصابات كتير علشان يكون العدد كبير وبالتالي ياجلوا المباراه ده لصالح. لا لا يعني خد بالك المشرف اصل خلي بالك في حاجه اسمها كيتس. الكيتس دي اللي بيحضروا بيها البي سي ار دي اللي هي المسحه اللي بيعملوها دي ليها رقم كودي. يعني بص مثلا اتعمل في العالم انا شفت في اخر احصائيه كام في حدود 12 مليون تحليل في العالم وورلد وايد ل 12 مليون تحليل في 12 مليون رقم كودي. ده مش زي ده يعني اللي عمل لحمدي فتحي لما كان عنده كورونا غير الرقم اللي اتعمل لفرجاني ساسي غير الرقم اللي اتعمل ليحيى جبران يعني فاهم يعني ما فيهاش لعب بمعنى صح يعني هي بس القصه كلها بعض الناس تقول لك اصل هي فيها لعب جزء من اللعب شويه على اساس يبقى العدد كبير والرجاء ما يكونش متواجد على اساس ياخد راحه شويه يعني كل دوت. لكن حضرتك بتاكد ان الكلام ده غير وارد وان لا وان القرار اكيد لا. في خلال يومين يعني يا بكره يا بعده بالكثير قوي. مظبوط ان شاء الله. نخرج بقى من القصه دي ونروح لمباراتنا مباراه النادي الاهلي والوداد. اولا حضرتك شفت مباراه الذهاب ازاي وتاثير نتيجتها على مباراه العوده؟ شوف هقول لك على حاجه انا قعدت ادرس اللي فوق 469 مباراه بتوع الاهلي في افريقيا من اول مباراه لعبها النادي الاهلي في افريقيا امام مولوديه الجزائر 479 من اول ما الاهلي لعب مع مولوديه الجزائر في اول بطوله سنه 76 وخسر 0-3 هناك وجه هنا في مصر فاز 1-0 بالجول الخطيب كان اول هدف في تاريخ افريقيا للاهلي سجله رئيس النادي الحالي اللي هو محمود الخطيب. الاهلي ما كانش في بداياته من الفرق اللي بتفوز خارج ملعبها، دي مقدمه عشان اقول لك بس ايه قيمه الانجاز بتاع الوداد. فالاهلي 76 77 78 وبعدين 80 81 82 لم يفز خارج ملعبه. يعني اول خمس سنين ما فازش ولا مباراه بره ملعبه. حتى بما في ذلك السنة التاريخية اللي حقق فيها النادي الأهلي أول لقب إفريقي سنة 82 ما فازش من أول دور 32 حتى النهائي ولا مباراة خارج ملعبه إلا المباراة النهائية طبعا أو لا خارج ملعبه أنا لا فاهم كانت 1-1 كانت 1-1 بالظبط كانت 1-1 3-0 هنا 1-1 فما فازش ولا مباراة خارج ملعبه. أول فوز للأهلي خارج ملعبه كان على دينامو زهراري بطل زيمبابوي سنة 83 ده كان أول فوز في تاريخ الأهلي سنة 83 بعدها بسنة. ففي سادس سنة إفريقية للأهلي كان بيحقق لسه أول فوز ليه. أول انتصار. أوكي. والنادي الأهلي هو أكتر نادي في القارة فاز خارج ملعبه. شوف الرقم ده. رغم أول خمس سنين ما فاز. رغم كده قدر إن الأهلي فايز بره الفوز على الوداد ده هو الفوز رقم 39
للأهلي خارج ملعبه. 39 فوز خارج ملعبه. وراء في مصر هنا الزمالك فاز 28 مباراة. يبقى الأهلي أكتر نادي داخل القارة فاز خارج الميدان. من ال 39 فوز دول لما تيجي تحللهم وتشوف المستويات، هذا هو تاني أو يعني ماتشين هما الأفضل للأهلي في انتصاراته خارج الديار. الترجي في النهائي بتاع 2012 لما الأهلي كان متعادل 1-1 وكسب 2-1 بعد أداء هايل، أداء رائع جده طبعا جاب الأولاني، وليد سليمان جاب الثاني مع كابتن حسام البدري، وضيع الأهلي كمان ضربة الجزاء اللي كان ضيعها أبو تريكة، يعني كانت ممكن تبقى 3-0 لأن قبل ما يجيبوا الجول كانت 2-0 وضربة الجزاء اللي ضاعت ديت كانت ممكن تبقى 3-0. الأهلي ما كانش بيلعب بره ملعبه، ده الأهلي كان متسيد المباراة تماما. دي تاني افضل مباراه، او ممكن بقى تقول افضل، تتساوى بقى يعني الاثنين تتساوى في المستوى، في ان هو نمره واحد فوز كبير، نمره اتنين على فريق كبير في افريقيا يعني سواء الترجي في 2012 أو الوداد، نمره تلاتة ان هذا الفوز مش مثلا انت ايه في كتير من هقول لك على مثال صارخ، مش الاهلي فاز على الصفاقسي بره ملعبه مظبوط خد البطوله، بس مش من احسن المباريات على المستوى صحيح. الميداني، لان الصفاقسي كان عنده فرص صحيح. كتيره، وكان يعني كان فرص كتير وكان ماسك الكره بشكل افضل وكان مظبوط. هجمات احنا كنا بنلعب بشكل دفاعي جيد جدا الا طبعا لو تفتكر خريطه جوزيه قال لك ايه، اول 60 دقيقه ماليش دعوه بالناحيه اللي هناك دي، انا قافل بس نازل اخر ربع ساعه غير، وبعدين اخر ربع ساعه هي اللي فيها هجوم ان انت عايز تخطف جول، فخطف الجول بتاع ابو تريكه في الدقيقه 92. انما مش من اجمل المباريات، لكن المباراه دي والمباراه دي بص بقى، في المباراه دي احصائيه الاهلي الاكثر استحواذا 53% مقابل 47%، الاهلي الاكثر تسديدا على المرمى سدد على المرمى 14 مره مقابل 10 مرات فقط للوداد، الاهلي اكثر تسجيلا اون تارجت يعني على على المرمى نفسه، سدد الاهلي في المباراه ديت من ال 11 من ال 14 11 على المرمى ما بين القائمين والعرض وثلاثه بس بره، ده رقم هايل جدا طبعا، ده تركيز عالي جدا مقابل اثنين بس اون تارجت، اثنين اون تارجت بالنسبه للوداد، منهم اكيد منهم ضربه الجزاء يعني منهم ضربه الجزاء وتسديد بدني، فكل حتى بص بقى في الاحصاء الدقيق التفصيلي عدد مرات التاكلينج الناجح، ان انا بخش بعمل تاكلينج عشان استخلص الكوره اكتر للاهلي من الوداد، كل النيوميريكلز كل الارقام المباراه لصالح الاهلي، والنتيجه كمان 2-0 يعني حتى نتيجه الترجي 2-1 لا دي 2-0 يعني فوز عن جداره وفوز كان قابل لزياده لو سجل يعني حضرتك بتعتبر هذه المباراه هي الافضل للنادي الاهلي في تاريخ مسابقاته فوزا خارج الديار، لان انت بتقول حتى مباراه الصفاقسي كان فيها جزء شويه او مباراه الترجي كان في جزء من الاحصائيات ديت، اكيد كان النادي الاهلي شويه في الحاله الدفاعيه جه عليه فرص كتير، فحضرتك بتقول ان هذه افضل مباراه على المستوى الفني والاداء للنادي الاهلي خارج الديار. مظبوط، هي دي حتى الاحصائيات بتاعت ماتش الترجي برده كانت احسن فيها الاهلي، بس دي المباراه الافضل على مستوى الاهلي متسيد المباراه بشكل كبير وده شفناه. طيب تاثيره بقى على مباراه يوم الجمعه، وطبعا حضرتك عارف ان كره القدم ملهاش كبير وكان في رومنتادا كبيره جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الانديه شفناها، يعني على الشكل التكتيكي والشكل الفني تفتكر ان موسيماني ممكن يغير شويه في ادائه على المستوى على مستوى الافراد على مستوى شكل اللعب، احنا كنا بنلعب 4-2-3-1 هو ممكن يغير الجزئيه ديت، ولا شايف ان يعني اللي تكسب بيه العب بيه؟ بص السؤال ده سؤال فعلا دقيق جدا ومهم جدا، لان انا كنت معاك هنا قبل ماتش ده وحتى قلت لك التشكيله لم يخلف فيها الا يحيى جبران اللي كان حطيته هنا في نص الملعب السرد باك ورجع ورا، هو كويس انه رجع ورا، هو اللي رجع ورا هو اللي لبسه كويس انه رجع ورا بالظبط، هو طبعا ضربه الجزاء منه والكره اللي جت في ايده برضه منه، فبعد تغيير، لكن غير كده كان كل، حتى انا قلت لك ان شيخ كومارو مش هيلعب وهو كان مصاب مع ان هو لعب جزء من المباراه، لكن فعلا هو لم يبدا اللقاء، عفوا ابراهيم كمار ابراهيم كمار، ده كده بالنسبه للتشكيله اللي احنا تخيلناها للفريق. النقطه المهمه جدا بالنسبه لموسيماني في المباراه ديت هي حاجتين،
المباراة اللي جاية إن شاء الله. لا في المباراة اللي فاتت وهي فيه. اللي انعكست في كل المباريات الأربعة اللي قاد فيها الفريق، ثلاثة في الدوري وواحدة دي. نمرة واحد إن عادت شخصية الأهلي. يعني بمعنى إن النادي الأهلي مثلا فترة كبيرة من ساعة ماتش الترجي في 2018 خارج الملعب اللي فاز بيه الأهلي 1-0 أمام وليد أزارو في النوك أوت ستيج أو في دوري المجموعات، سيبك من الدور التمهيدي اللي الأهلي مثلا فاز مباراتين، فاز على اطلع بره في الدور الاول وفاز على كانو سبورت في الدور الثاني. لا النادي الاهلي ما كانش بيفوز بقى في كل الماتشات اللي هي المهمه، دوري المجموعه ولا الثمانيه او قبل النهائي وكده، ما كانش بيفوز بره ملعبه. لا فاز النادي الاهلي بره ملعبه والفوز بجدار. رجوع شخصيه الاهلي دي انا من وجهه نظري هي العنصر رقم واحد اللي كان مؤثر في المباراه دي. انت نازل شفت شخصيه الاهلي اللي هو بيلعب بره ملعبه زي في ملعبه، اللي هو عايز يكسب، اللي هو ضاغط، اللي هو زي ما انا قلت لك قبل المباراه ان هي استراتيجيه موسيماني في حاجتين، كره جميله وتحس ان الاهلي في الاربع مباريات بيعمل كره ده كان حقيقي. قبليها الشوط الاولاني ده بره ده حقيقي. يعني لو تفتكر كده الشوط الاولاني كان الاهلي اكنه جاي من البيت لسه ويلعب الشوط الثاني. لا بتلعب المباراه بالكامل بشخصيه الاهلي وبعدين بتلعب بكره جميله. الكره الجميله اللي انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت مش حكمنا عليها من موسيماني في الاربع ماتشات، لا احنا حكمنا عليها من سبع سنين كان في صن داونز وعمل الكرة الجميلة دي. ده حقيقي. نمرة اتنين ودي مهمة جدا اللي هي بقى ايه، تخلي النادي الاهلي ما عندوش المشاكل الخططية اللي تخلي فريق كبير زي مثلا الوداد صعب انه يرجع في النتيجة، او لو بتلعب فرقة تقيلة صعب ان انت ايه تعمل المنتدى او ترجع بالظبط. ايه هي؟ ان انت طبقت استراتيجي بتاع ان بمجرد فقد الكرة انت عندك ال 11 لعيب في الملعب، لاعب واحد هو اللي بيبقى قدام خط الكورة وعشر لعيبة ورا خط الكورة. شوف كده والكورة مثلا مع إبراهيم النقاش هتلاقي مفيش غير مثلا يا مروان محسن يا قفشة هو اللي موجود في الحتة دي أو ورا والباقي كله ورا تحت خط الكورة. ده معناه إيه؟ معناه إن النادي الأهلي كان بيضغط كويس قوي في عصر فايلر، عشان برضه ما نظلمش فايلر، لا فايلر كان افضل مدير فني عمل اسلوب الضغط، الضغط العالي. الضغط العالي ده افضل مدرب، كان حتى ما فيش مباراه غير اما تغلط الفرقه اللي قدامك خمس ست مرات فبتجيب جولين ثلاثه، فالاهلي كان في الدور الاول 5-0 ارقام عاليه 4-1 و4-0 مظبوط وكل الارقام دي. فهو انت بقى دلوقتي كان عندك الضغط العالي ده، بس عندك مشكله ان انت لما ترتد الكوره عندك مساحات كبيره. لو بتلعب فرقه تقيله، لو بتلعب فرقه مثلا عندها قدرات، وده اللي حصل فين؟ حصل في ماتش النجم الساحلي بره، بتلعب فرقه تقيله وبره ملعبك، فانت ضغط من قدام راح مخترقك في كورتين ثلاثه. ما هي مشكله الضغط من قدام يا دكتور زي ما انت بتقول، انت الاساس الضغط من قدام انك تقطع الكوره في المنطقه الهجوميه بتاعتك. ايوه بالظبط. لو ما قدرتش تقطع الكوره هو ده بقى اللي بتتكلم عليه حضرتك ان الرجوع كان ضعيف جدا فبيبقى فيه مساحات فاضيه. بيبقى فيه مساحات. هو بقى ده هنا موسيماني اتخلص من النقطه دي بان انت هتشوف مثلا، بص هقول لك خطوط عريضه كده، بص حسين الشحات مثلا وجونيور اجاي صحيح، شوف كم المرات اللي نزل فيها بقى ده كما لو كان باك شمال وده كما لو كان باك يمين كتير. انا شفت اجاي مره وكان قدامه علي معلول في وقت من الاوقات، علي كان بيهاجم فهو كان مرحل هو شويه هو اللي واقف تحت، فكانت الصوره باينه ان علي هو بقى بدا يضغط على الباك اليمين لفرقه الوداد واجاي هو في موقف كانه باك شمال. مظبوط. فالحته ديت تخلي ايه؟ على فكره الاهلي لعب بيها قدام بيراميدز صحيح، اكتر بقى قدام اف سي مصر كان بيلعب انه برضو اول ما يفقد الكوره كله تحت خط الكوره. عشان كده النادي الاهلي عرف في 12 مباراه في الدوري ثم المباراه ديت 13 مباراه متتاليه يحافظ على شباكه نظيفه، ودي نقطه مهمه جدا ان انت عشان تقول ريمونتادا لازم يعني هقول لك مثال، مثلا ماتش الاهلي والزمالك في القمه الاخيره، ما هو نفس المشكله انك بتضغط من قدام ارتد الكورتين صحيح بجونين، هو اعتقد الزمالك راح ثلاث فرص جاب هم الثلاث اهداف. بص للثلاثه هتلاقي الثلاثه فيهم مساحات، الاولانيه بن شرقي بيجري لوحده، الثانيه برضو كان من نص الملعب برضو بن شرقي لما اداها لقناجم وعملها عرضيه، والثالثه الثاني بقى اللي هو بتاع مصطفى محمد برضو كوره راحه في الصحراء ما فيش حد قافل خالص. هل الكلام ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود دلوقتي. فده دايما انا بقول دي على مدى الحياه،
الفرقه اللي عندها خط دفاع قوي وهجوم نص نص تكسب بطولات. انت من ضمن الناس اللي بتقول ديفند وين؟ اه بالظبط صح. عندك كويس دفاع اكسب. قوي دفاع قوي يكسبك يكسبك. وعندنا حارس مرمى عظيم كمان. بالظبط. حتى لو انت بقى عندك هجوم قوي جدا وعندك دفاع مش كويس ممكن تكسب مباريات. تكسب زي ما بيقولك كده ايه، وين ماتش وين ماتش بط نوت كومبيتيشن، يعني انت تكسب مباراه لكن مش هتكسب بطوله. في السكه هتخسر فمش هتقدر تكسب بطوله. فدي هي الحاجتين الرئيسيتين في شخصيه موسيماني اللي حطهم شويه في النادي الاهلي. فانا عشان كده لما نيجي نقول مباراه العوده، لا صعب جدا يحصل ريمونتادا في الشكل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، صعب جدا يحصل ريمونتادا في الحاله الفنيه اللي عليها الشناوي ما شاء الله عليه، يعني يعتبر من ابرز حراس المرمى اللي جم في مصر من ايام كده ما الحضري كان في 2008 و2010 في كاس الامم، كان واصل الى قمه الفورمه بتاعته. اول مره نشوف حارس بهذا الشكل بهذا النمبر اوف ايه بيسموها ايه كروشال سيفز، اللي هي الانقاذ الخطير جدا اللي هو في حاجه صعب جدا. لا يعني صعب جدا، انقاذ صعب جدا. والشناوي كمان بيميزه كمان الهدوء مظبوط في المباريات الكبيره كمان، ويمكن عنده ثقه في نفسه كبيره جدا وعنده فده. وانا كنت مدافع وعارف لما بحس ان حارس المرمى اللي ورايا عنده شايلك خلاص انا كمان بفوق بلغه الكوره يعني. بالظبط كده مظبوط فعلا. يعني انت بتشوف ايه حارس مرمى مثلا مكان اكرامي زمان، مكان ثابت البطل، اما كان عصام الحضري، تحس ان هو فارق في التيم كله. احنا منتخب مصر كان في وقت مش احسن الفرق، بس بدفاعه القوي وبحارس مرمى كانوا بنكسب البطولات الافريقيه، حتى مش بطوله صغيره يعني. فالنقطه بقى كمان ان انت اتحسب على الاهلي 4 ضربات جزاء، ودي حاجه لم تحدث في تاريخ الاهلي، ان جه عليه 4 ضربات جزاء، الاربعه ما جوش. الاسماعيلي بتاعت الوحش ده في اخر بقى كام مباراه، في اخر من اول ماتش الاسماعيلي، يعني بتتكلم في على الاقل في 10 مباريات بالظبط. فالاسماعيلي ما جاتش، اف سي مصر مصطفى سلطان صدها، وبعدين ماتش بتاع دوت ده قبل ما قبل ماتش الاتحاد مظبوط، ماتش الاتحاد احمد رفعت صدها، وادي كورتين صدهم بقى في ضربه الجزاء الاخيره ديت اللي هي بتاعت بديع اوك، واللي بعدها الاسماعيلي حدادة ما كمل. فاربع ضربات جزاء متتاليه عمرها ما حصلت في تاريخ الاهلي، ان في حارس مرمى صد 4 ضربات جزاء متتاليه. بتتحسب مش ركلات ترجيح على فكره، لا بتكلمش ركلات ترجيح مختلفه، جزاء ميدانيه في المباراه اثناء المباراه لم نفسها. لم يحدث في تاريخ الاهلي ان جه عليه 4 ضربات جزاء والاربعه ما جوش في عصر الشناوي. طب ده كويس قوي، وده بيطمن الناس يعني، بيطمننا ويطمن الناس. لكن خلينا اتكلم معاك برضو بكل امانه، ان ممكن جدا وارد جدا انك بتعمل كل حاجه لكن بتبقى اخطاء زي الخطا اللي حصل في مباراة الوداد من السردباك في اول الدقائق، واستغلال الخطا ان قفشه جاب جول. فعايزين نقول كمان ان انت بتطمن الناس، الاهلي ان شاء الله مش هيحصل عليه رومونتادا للاسباب والارقام اللي حضرتك بتقولها بالظبط كده. يعني ده كلام على الورق تمام، هي رومونتادا وارده في كل الدنيا بس الرومونتادا ما تقدرش تقول رومونتادا في كل الفرق واحده، يعني ما تجيب فرقه صغيره تنزل درجه ثانيه. طب ما انت ممكن تعمل عليها رومونتادا بسته. لا بنتكلم عن امثله على فكره. موسيماني برضو في احد المحاضرات مع اللعيبه اداهم مثال برشلونه وليفربول. طبعا برشلونه كان كسبان 3 وليفربول في المباراه العوده كسب 4-0 4-0 الاكثر يعني. بقى الريمونتادا بتاعت برشلونه نفسه 6-1 اللي هي اتسمت كلمه ريمونتادا عليه بتاع 6-1 بعد 4-0 باريس سان جيرمان. طيب عايز اخد حضرتك شويه للاجواء اللي خارج المستطيل الاخضر، نروح شويه للاجواء والصحافه المغربيه. ردود الافعال، احنا كنا متابعين قبل المباراه كان في حمله كبيره جدا ودعم لفريق الوداد، ودي الفرصه لتعويض الدوري. حضرتك شفت ردود الافعال في الصحافه المغربيه ازاي بعد المباراه؟ شوف، هو الصحافه المغربيه هي اكتر مننا واكتر منهم واكتر من لعيبه اتصدمت. كان في صدمه، صدمه فظيعه يعني. يعني عارف انت في حاله، عارف اللاوعي، عارف اللي بياخد نوك اوت لكمه فبينزل ساقط واقع على الحلقه مش داري هو ايه اللي بيحصل حواليه لغايه ما يسترد وعيه شيئا فشيئا. فالصحافه المغربيه وقع الامر من ساعه المباراتين بعد مباراه الزمالك كمان والرجاء كمان هي في حاله صدمه. ليه؟ هو الصحافه المغربيه كانت تعتبر
ان الوداد والرجاء فنيا اعلى من الاهلي والزمالك، هم يعتبروا زي ما هم عايزين، بس هم كانوا فاكرين ان اللي هو فنيا اعلى. نمره 2 قال لك ان احنا اجهز. ليه؟ لان الاهلي والزمالك ما كانوش بيلعبوا على لقب في الشويه الاخرانيين بقدر ما كان لغايه الدقيقه 92 من مباراه الرجاء والجيش الملكي، الجول اللي جه في الدقيقه 92 هو اللي حسم الدوري. صحيح. يعني انت بتتكلم على دوري يحسم في الوقت بدل الضايع لاخر مباراه فيه. الدوري كان رايح جاي خلال 10 دقائق، راح هنا شويه للوداد وشويه للرجاء. ايوه مظبوط. يعني انت الماتش خلص، الماتش خلص خلاص، وانتهت المباراه 1-1 خلاص، الدوري مع الوداد، مع الوداد بالظبط مره واحده الوداد. خد بالك بقى الـ 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 انا بس بقول لك الاول الصحافه بتعبر ان هم جاهزين، بينما مثلا الاهلي خد البطوله من 3 سنين فخلاص ما بقاش بيلعب، يعني ما بقتش فيه رغم ان الاهلي لعب بجديه، ورغم ان الاهلي ما فقدش اي نقط. صحيح. خلي بالك يعني وما دخلش فيه ولا جول برضه في الشويه دول، بس بتلعب مش عندك ايه، اصل خلي بالك اللعب على الطوله ده بس ضغط. بس ده اعتقد يا دكتور ده جه عكس، يعني انا في اعتقادي الضغط العصبي خلال مباريات الدوري اللي مر بيها الوداد والرجاء، لا دول خد من اللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه بتاعتهم. ما انا ده اللي انا قصدي اقول لك عليه. هم ترجموها لا هم فاكرين ان ده دي جاهز. جاهزية يعني. الجاهز غير ده، بينما هو ما حدث بقى العكس. عشان انا قلت ايه؟ قلت كده تعليق صغير كده، ما رايكم الان في عوده الدوري؟ هو انت كنت هتعرف تلعب كده؟ مستحيل. بهذا الشكل اللي مخلي فرقتين بيلعبوا على ملعبهم، وفرقتين من المغرب منهم الوداد اللي وصل للنهائي مرتين في اخر 3 سنين، ومنهم الرجاء اللي هو من الفرق العريقه في القاره، وفرقه الرجاء واخده لسه دوري يعني برضه عندها معنويات ومنتشيه أكيد. بالفوز، ان انت تعمل هذا الفارق البدني، انت كسبت الاهلي كسب الوداد والزمالك كسب الرجاء بدني قبل ان يكون فني او اي شيء تاني، انت مسيطر ومهيمن على المباراه بدنيا. ولو تفتكر ان جميع المباريات اللي انت العنصر البدني فيها متفوق لفرقه، خلاص الفرقه التانيه هو البدني هو اللي بيخدم الفني يا دكتور. انت لو كده. مش بدني واقف على رجلك، حتى لو عندك فنيات مش هتقدر تنفذها، وبالتالي الجزء البدني وكل المدربين عارفين انك الفرقه الجاهزه بدنيا هي اللي قادره تنفذ خطه او كلام المدرب، لان خلاص انت بدنيا واقف على رجلك، بتعمل لو عايز تعمل ضغط عالي بتعمله، موضوع الارتداد دوت اللي حضرتك اتكلمت عليه مهم جدا، هتقدر تعمله اي حاجه هتعملها في الكوره هتنفذها. لو فهو بقى ايه، الحسابات المغربيه اتعكست، بينما هي الحسابات المنطقيه هي كده، حسابات المنطقيه. ان ناس كتير وانا بقول الكلمه دي، ما رايكم في عوده ده؟ قال لك طب ما الدوري رجع في المغرب والفرق خرجت. لا، انت كان عندك رجوع الدوري كان فرصه كبيره جدا، ان الزمالك بقى اللي هو اكتر كان معترضين على الدوري كسب مكاسب كتير. ده حقيقي. كسب ان هو كان الثالث والرابع ورا بقى تاني على الاقل اقل الوقت لغايه دلوقتي. نمره 2 ان انت عارف ان الزمالك اكتر فرقه في الدوري لعبت لعيبه في الدوري 34 لاعب. هتقول ازاي والقايمه 30؟ لا، ده الزمالك لعب 6 من اللي هم تحت 20 سنه، اللي هم اسامه فيصل وحسام اشرف وياسين مرعي وحاتم احمد عيد واحمد عيد، كل دول لعبوا في 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 تشكيله الزمالك وعدد كبير من المباريات. يعني احمد عيد لعب 11 مباراه واسامه فيصل لعب 10، فده يعتبر مكسب للزمالك. ده مكسب كبير جدا. طبيعي. انت مكسب انك انت لعبت ماتشات كتير واستعديت بدنيا، مكسب ان انت رجعت على الاقل الوقت المركز تاني، مكسب ان انت جربت لعيبه كتير وبقى عندك عتاد. انت كان الزمالك عارف السنه اللي فاتت الزمالك ايه اللي ضيعه؟ ان هم 11 لعيب ما عندوش دكه خالص. ها مفيش ولا لعيب، لو وقع يعني وقع حازم امام ما كانش لسه احمد عيد بقى فاق كده، لا وقع حازم امام كان في ساعتها اسمه ايه ده بتاع تونس النجاز، حمدي النجاز. كان حمدي النجاز موجود، بس حمدي النجاز كان مشكله في الدفاع، يعني حمدي النجاز كان بيطلع قدامه مشكله في الدفاع. كان لو عبد الله جمعه اصيب مفيش عنده اي لعيب في اي حته. هي دي نقطه مهمه جدا، ان هو بقى عنده بدائل في كل الخطوط. فانا شايف ان عوده الدوري ليها دور كبير جدا اذا صعد الاهلي والزمالك للنهائي باذن الله، وده إن شاء الله. فرصهم سهله باذن الله. فالفضل في المقام الاول لمباريات الدوري اللي رجعت لعيبه كتير وادت خبره للعيبه كتير صغيرين في السن، وادت للعيبه الاهلي بالذات
أريحية جامدة جدا إن هم يستعدوا من خلالها، وإن زمان فايلر عمل روتيشن في مراكز كتيرة في الملعب، جاء كمان موسيماني عمل نفس الكلام، وأصبح دلوقتي تقدر تقول كده لو غاب فلان عندك فلان. خلاص احنا بدأنا نقول يعني، كان قبل كده كنت دايما تقول تشكيلة الأهلي الماتش اللي جاي فيه يطلع لك كل تشكيل فيه 4-5 متغيرين بشكل او باخر، دلوقتي بالزبط. تقدر تقول احنا عندنا تشكيله ممكن تكون ثابته والتغييرات معروفه. بالزبط. نيجي للجزئيه دي، وجود مثلا كنا بنتكلم على مروان، تفتكر ان ممكن يدفع مثلا ببادجي في المباراه دي على حساب مروان؟ ده نمره واحد، احنا شفنا النهارده لغايه دلوقتي اجاييه لسه بيتمرن مثلا لوحده، تفتكر ان ممكن جدا يبقى في طرف موجود مثلا يبدا بالشحات وليد سليمان مثلا، ويبقى اجاييه موجود على دكه البدلاء، ولا انت شايف ان لا الافضل ان احنا نبدا بنفس اللعيبه وبنفس السيستم؟ بص، في ميزه جامده جدا في موسيماني من اول ما جه، رغم ان هم 4 ماتشات بس عنده ميزه، مفيش تاليف. ما بيفتيش يعني مثلا رجل الشارع العادي كان يرى في الدفاع انت ما عندكش غير ايمن اشرف وياسر ابراهيم، فكان ممكن يقول لك ايه، انا استغل خبرات فتحي احطه على الطرف واحط مثلا محمد هاني بالزبط. جوه جنب ايه، جنب ايمن اشرف، باعتبار ايمن اشرف اجهز شويه، وياسر ابراهيم كان عنده شويه مشاكل في التغطيه وفي حاجات في الفتره مزبوط. الاخيره، فالعب كده. حتى دي ما قبلش انه يقلب فيها، خلاها زي ما هي. فكر انه يلعب مثلا بحمدي فتحي من البدايه، قالك لا، للسوليه وديانج هم الاجهز، هم اللي هيلعبوا الثلاثه اللي تحت راس الحربه، واحد في اليمين واحد في الشمال واحد في العمق، قفشه في العمق وحسين الشحات يمين واجاي شمال، هي حتى كان هناك فكر انك انت بتلعب بره ملعبك، فعايز لعيب قوي شويه، بادجي هو اللي يبدا. بس حتى في دي كان بادجي، لو الاهلي بيلعب باسلوب تاني غير ده كان بادجي ينفع قوي بره ملعب، لكن الاهلي لو كان بيلعب مثلا انه بيرمي كرات عرضيه لبادجي اللي هو مميز في ضربات الراس، كان زمان انا قلت يا ريت بادجي موجود، لان هو قوي وبيقدر يتغلب على اي حد في عنصر الطول والتكوف بتاعه اعلى وكل شيء جوه المنطقه، بس الاهلي ما لعبش كده، فبقى مروان محسن محطة. اللي هو بيشتغل المحطه ديت في الحته ديت، وبيفتح ولا بيطلع لقفشه وبيطلع قفشه ويدخل لحسين. مظبوط، انت حسين شحاته انفرد من العمق. مظبوط، مجدي قفشه خد وقطع وانفرد من العمق، جونيور اجاييه راح وسجل الكوره اللي هي كانت ممكن تيجي ضربه جزاء، جت ضربه جزاء من العمق. يبقى اذا انت في وجود مروان محسن طلعت الثلاثه اللي تحت راس الحربه، دخلوا كلهم من جوه ونجحوا في ان هم الاختراقات الطوليه في العمق، ودي ما كانتش موجوده. خلي بالك حتى في مجموعه لعيبه قبل كده كانت رغم جوده نوعيه اللعيبه، بس ما كانش الاهلي عنده كل اللعيبه اللي هي الاطراف تعرف تخش تبقى كلها لعيبه عمق. يعني ده بتلاقي واحد لعيب طرف الخط. طرف يعني شمال، يبقى طرف شمال وهو ماشي على الخط على طول. حتى تلاقي وليد بقى ايه، وليد يلعب شمال شويه يخش جوه، يبقى يمين، حسين الشحات يمين او شمال، جونيور اجاييه ممكن يلعب في العمق كراس حربه، لعب راس حربه شادو سترايكر ممكن يلعب، يعني كلها ادوات. وانت لما يكون عندك يعني عندك المرونه التكتيكيه في الحاله الهجوميه ديت، انت دي اولويه بالنسبه لك، ان حتى وقت المباراه شفنا مثلا نزول احمد الشيخ، ساعه احمد الشيخ نزل فاجاييه دخل شويه بقى راس حربه، فكل دوت يديك ان شاء الله اولويه لمباراه يوم الجمعه. واعتقد ان اعتقد لو الاهلي جاب جول في اول نص ساعه او اول ربع ساعه، اعتقد دي تبقى كمان ان شاء الله تبقى بروبه كمان للمباراه النهائيه. دكتور، هو طبعا المباراه ديت في المقام الاول انا شايف انها استعداد للمباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. يعني خليني اقول كده، فنيا ومعنويا وعلى مستوى العتاد الفني اللي موجود دلوقتي واللعيبه اللي ممكن تلعب وجاهزيه عدد من اللعيبه اكتر من اللي كانوا في مباراه الذهاب كمان، باعتبار ان كهربا بقى حتى جاهز يلعب حتى شويه، باعتبار ان اغلب اللعيبه بدنيا بقوا جاهزين، واحتكاك بماتش الذهاب ده خلى اللعيبه تاخد ثقه اكتر ويبقى عندها دافع معنوي اكتر. فانا شايف ان الماتش ده هيكون هو بروفه النهائي هلعب ازاي، وبالذات ان انا بقت الملامح كمان واضحه ان انا في الغالب هلاعب الزمالك، يعني الاهلي هيلاعب الزمالك والاهلي عارف كل لعيب من الزمالك، فازاي بقى هتلعب على كل عنصر من العناصر دي؟ انت كان ما في كان مشاكل كتيره تسببت في ان اخر ماتش بين الفريقين خلى النتيجه كده، لكن دلوقتي بقت في انت حافظ، عارف بن شرقي بيروح فين، وعارف زيزو فين، وعارف في العمق حتى لو لعب ونجم هيلعب مكان مين. خلاص الامور بقت بالنسبه لك واضحه، وتبدا انت بقى تحط الاستراتيجي بتاعك بشكل اهدى شويه وبشكل منظم. يعني طبعا
دكتور بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا الوقت لي. دايما معاك بيجري بسرعة، لكن طبعا نورتنا وشرفتنا، ودايما يعني عندك أرقامك وعندك الإحصائيات اللي كلنا بنسعد بيها. شكرا، شكرا ليك. أنا بسعد أنا كمان في بيتك الكبير ده، وإن شاء بيتنا الله كلنا ربنا يخليك. شكرا دكتور طارق الأدور. بعد الفاصل إن شاء الله مع الكابتن أمير عبد الحميد.